استعرض مجلس أمانة العاصمة في جلسته الاعتيادية موضوع الميزانية الفعلية لعام 2016، حيث حرصت أمانة العاصمة على تقديم خدماتها في الإطار العام للموازنة المعتمدة. ومن جانب آخر، فقد وافق المجلس على تغيير عدد من التصنيفات بأحد المناطق في المملكة. ناقش أعضاء مجلس أمانة العاصمة موضوع الميزانية الفعلية لعام 2016، حيث حرصت أمانة العاصمة على تقديم خدماتها بالمستوى العالي من الجودة في الإطار العام للموازنة المعتمدة التي انخفضت بعد هبوط أسعار النفط. ناقشنا الميزانية مع مقارنة مع الميزانية الفعلية حق 2016. طبعا اليوم عرضوا علينا أمانة العاصمة الإيرادات والمصروفات، وطبعا أعضاء المجلس اليوم ناقشوها بعمق كل المصروفات، ويعني على أساس أن احنا بعد ناخذ منها دروس ل 2017 و2018. الميزانية طبعا مثل ما انتم تعرفون الإيرادات توصل أكثر من 240 مليون دينار، والمصروفات تقريبا أقل من 8 مليون دينار. وفي ذات السياق، فقد استحوذت مصاريف القوى العاملة بالأمانة على نسبة 82%، ما تعد سابقة في مصاريف الأمانة، والتي أثرت سلبا على الأبواب الأخرى وخاصة الخدمات وصيانة الحدائق والأسواق والمشاريع. وهذا ما يتطلب توزيع الموازنة بشكل صحيح وعلمي ليساهم في زيادة الإنتاجية. كما طالب المجلس بزيادة نسبة العاصمة من الموازنة الإجمالية للبلديات، خاصة وأن أمانة العاصمة تساهم بنصيب الأسد في الإيرادات الكلية بما يتجاوز 42 مليون دينار في العام 2016 بنسبة زيادة النمو تصل إلى 6%. أما المصروفات طبعا احنا دائما في تطور، دائما احنا نحتاج ان نعمل صيانة اكبر ونقدم الخدمات اللي احسن. طبعا احنا هالمرة 2017 ان شاء الله احنا طالبين ميزانية اكبر في المصروفات على اساس تؤدي الى اهدافنا ومتطلبات المواطنين في أمانة العاصمة. ومن جانب آخر، بحث المجلس تصنيف عدد من العقارات في منطقة جرداب من مناطق غير مخططة إلى مناطق السكن الخاص مع مراعاة خط الدفان المعتمد لخليج توبلي. وفيما يتعلق بأحد العقارات بمنطقة جد حفص، فقد تمت الموافقة على تغيير تصنيف العقارات إلى مناطق العمارات الاستثمارية ومناطق العمارات ذات 4 طوابق. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.